أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل ويقول: هل يجوز للحاج أن يضحي، وما هو القول الراجح في ذلك؟ الحاج ليس عليه أضحية لأنه سوف يهدي، لكن إذا كان الإنسان الذي حج عنده عائلة في بلده فإنه يترك له أضحية. لكن بالنسبة له، لو أنه مثلا رجل أعزب ليس عنده زوجة ولا أولاد وحج، فإنه لا أضحية عليه. ولهذا الحجاج ليس عليهم أضحية، وإنما عليهم الهدي إذا كانوا متمتعين أو قارنين. لكن من حج وعده أهل وأولاد فإنه يدع لهم أضحية، وحينئذ يمتنع من أخذ الشعر والظفر من دخول العشر. لكن يجوز له، بل يجب عليه إذا أراد أن يتحلل من العمرة، أن يأخذ من شعر له، لأن هذا نسك. مثال ذلك إنسان مثل أراد أن يضحي ثم أحرم بالحج في اليوم الرابع أو الخامس، فإذا فرغ من عمرته فإنه يحلق رأسه أو يقصر وجوبا، ولا يقول أنا أريد الأضحية والمضحي منهي عن أخذ شيء من الشعر والظفر. لا، بل يجب عليه أن يأخذ من شعر، لكن يقتصر الأخذ على الشعر فقط، لا يجوز أن يأخذ من الظفر أو من بقية البشرة، لأن الضرورة تتقدر بقدرها.